معنى ذلك أنه بغداد ما عادت هي العاصمة الحليفة إلى أمريكا. واضح كيف؟ هاشن. نعم تحولت طبعا بالتأكيد، ولا كيف تخصف أمريكا في داخل بغداد في وسط بغداد؟ صح. تعرف كيف؟ هذه حقيقة في ظل حكومة المفروض كانت هم يحسبوها حكومة السفيرة الآن مو حكومة الإطار. تعرف كيف؟ السفيرة عزيزة. واضح كيف؟ وهذه الحكومة أنا قلت لك عمليا انتهت في شهر 12، هسه يطول شهر شهرين ثلاثة هاي تخصه، بس هو عمليا انتهى اليوم بدأ التهديدات من هذه العامرة وغيره أنه لازم تأخذ موقف. شوف شلون صارت النهاية اللي رسمناها هي اليوم. هذه العامرة يقول له إذا ما تأخذ موقف أهدد الحكومة، يقول أحذر الحكومة. أي بمعنى هذا قائد من أكبر قوات، لأن هذه العامرة أسسات تليفوناته وقالب قاعد مدري مين يهدد. وحقيقة هذه حقيقة خلي يعرفها ابناء شعبنا واللي متأثرين بهم. نعم هاي فعلية, يعني هواي قادة مثلا بالإطار أو بالفصائل هسه قافلين تليفونات وراحين. نعم أنا مو من طبيعتي أسخر، حتى بأتعس أعدائي، ولكن هاي حقيقة. مو رايحين طهران، بدلوا مقراتهم، مقرات هاي اللي هي مستلبة أموال الناس وبيوتها خصوصا بالجادرية ثلاثة أرباعها أفرغوها، ومقرات الهيئة الحشد اللي في المنطقة الخضراء الآن نتابع الخبر يقول لك أيضا بدأوا يفرغوها. وهذا مطلب أمريكي من زمان طبعا بالمناسبة، من زمان. نعم بلغوا السوداني من زمان قالوا له ما تبقى الميليشيات في المنطقة الخضراء. تعرف كيف؟ وتردون ما تردون هاي موجودات دق على رؤوسكم من خلي واحد بيكم.